حبتين من الباذنجان اللي مقطع دوائر ومقلية أو مشوية حسب رغبتكم، 4 حبات بندورة مفرومة، سن ثوم مهروس، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من السماء، معلقتين صغار من دبس الرمان، حبة بصل أخضر مفرومة، وحبة فلفل حار طبعا هذا اختياري، وعصرة ليمون وزيت زيتون. هلا عنا الباذنجان المشوي او المقلي بنخليه زي ما هو زي للمقلوبة بيكون، او حتى لما يزيد عنا من المقلوبة نقدر نعمل هاي السلطة. صح. بشكل هيك دوائر مشوية او مقلية. انت هون قليتيهم؟ انا هدول قليتهم. اوكي عشان زيادة الدسم بزبطش اقل من هيك. لا خلص اليوم اليوم خرب، اليوم بين اوله بالضبط. هلا بنحط بندورة المفرومة، هلا بدي اتبل البندورة. ليه حاستك رح تعمليهم طبقات؟ لا مش طبقات، رح اعملهم مصفوفين الباذنجان بالصحن واحط عليهم خلطة البندورة. خلطة البندورة بنحط معها شوية ليمون وبنحط بصل اخضر. احساسي طلع غلط. وبنحط ايش احساسك غلط بايش؟ رح تعمليهم طبقات. بدك اعمل لك اللي بدك اياه بعمل لك. لا والله انا جاهزه اللي بدك اياه. بنحط الثوم، بنحط شويه ملح، وبنحط فلفل اسود، سماق، فلفل حار نسيت احطه، نحط شوي ودبس رمان. يمي، شو بحب دبس رمان بالسلطات. ايوه بقدونس، وانا شايفه جوز رح تستعمليه او جوز. لانه بالمقادير مو مكتوب جوز. نسيت والله احط. قال اللي بحب حطوا جوز زاكي. هاي الخلطه تبعت البندوره، بنحط طبعا زيت زيتون. يمكن طعمها شوي بيطلع بشبه البابا غنوج. ايه بيطلع بشبه البابا غنوج، بس يعني بيطلع بشبه البابا غنوج. بس مع الدبس واشي مش عارفه اذا بشبهه ولا لا. لا بشبهه اظن، لانه فيها دبس. يعني هي بتتاكل كل هيك باذنجاني عليها البهاريس بعدين بتتغمس، عرفتي؟ او بتتاكل هيك. هلا بنحط الخلطه على كل باذنجانه، بنحط عليها الشكل مهم. يا سلام. لا اليوم الشيف روان، يعني وصفاتك متألقة ان شاء الله تعجبكم. صحة وهنا، يعني حتى لما بيطلع هذا السائل تبع السلطة معاها بنحطه لانه كله نكهة زاكية. ايوه بتغمس كله مع بعض.